المعنى الثامن، إذا فرغت من أمورك ومهماتك فتفرغ لتنصيب علي عليه السلام. طبعا هنا وقعت معركة لغوية، دائما لما ندخل في علم الكلام سنجد معركة، هذا وقعت معركة فيه. زمخشري كان له تعليق ساخر وناقد على الشيعة، قال فانصب إذا كان بالمعنى فانصب وفانصب غير فانصب، هو هكذا يقول، يقول فانصب غير فانصب، لو قال فانصب ممكن نقول فانصب عليا، لكن قال فانصب. إذا كان البناء أن كلمة فانصب متعلقها علي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول الزمخشري ساخرا، يقول فيحق للناصبي أن يقول فانصب العداء لعلي ساخرا. يقول إذا كان البناء أن كلمة فانصب بمعنى فانصب، ويكون المتعلق في النصب حينئذ هو الإمام سلام الله تعالى عليه، وهكذا تأولها الشيعة، فيحق للناصب أن يتأول ويقول فإذا فرغت من مهماتك فانصب العداء لأهل البيت. طبعا وقعت معركة، وذكر بعض العلماء من الشيعة أنه فانصب وفانصب كلاهما في لغة العرب واحد، لكن أغلبية المفسرين واللغويين قالوا فانصب غير فانصب، فانصب بمعنى تنصيب الشيء تثبيته، ولعله الأصل في الكلمة، لكن فانصب من النصب وهو التعب. صاحب مجمع البيان أشار إلى أن هناك من يقول بأن فانصب وفانصب في لغة العرب تستعمل بمعنى واحد، هذا يحتاج بحث لغوي لا نخوض فيه الآن، لكن فقط نشير إلى أن هذا أحد التفسيرات، وقد وقع فيه جدل من حيث تركيبة الكلمة بالنصب أم بالكسر، فانصب أو فانصب.